فالليلة الفيديو اللي هيكون معانا ده هو فيديو كوميدي كده، ده حاجة حلوة شديد اسمها كويتي كوز، يعني حاجة لطيفة جدا. فهي دراما كويتية وبتحكي واقع كوز سوداني، ففيها أحمد بن حويل وبابا أنس، وكانت فكرة وإخراج جردة، وصوروا فيديو. تعال مع بعض نشوف الفيديو الجميل. يبا من وين جاي هالحزه؟ كنت بالشمال مال الشركه. صدقك يبا؟ صدق. انت ايش حق تستني وايد؟ لان مع الاسف يا يبا بلغ نائب رئيس نيابه المقاومه بالفريج انت مرستك بحاره شنبات، انت ويا اكبر الكيزان والحراميه بالديره وتخططون لامور وايد خطيره. شنو تقول انت؟ لا يكون لعبولك كذاب الافاق والصهاليك براسك. كله كذب كذب وخرابيط. مقول انتوا اللي انيت؟ لا يبا، لا اني مهبول ولا اني انيت، لان اللي خبرني مستحيل يكذب علي مثل هالامور هذه. استح على وجهك. منو هالملاك اللي نازل عليك؟ للصدق وتكذب ابوك؟ صدق ما تستحي؟ مع الاسف يا يبا نائب رئيس ليان المقاوم بالفريج هي بنتك محاسن. بنتي أنا محاسن؟ ليه يا محاسن يا ابني؟ ملينا يا يبا، حنا نكذب ونقص على عمرنا يا يبا ونحاول نستر عليك عند ربعنا. يبا عمرنا قصرنا عليك بشيء يبا، عمرنا بدنا عليك يا يبا. يبا تعال شوي وياك انا ارد علي يا يبا. لا يا ولدي، لا يا ولدي. طيب ليه فشلنا ونسوي وياك قدام الله وخلقه؟ صدق ما طلع الشارع العالم يطالعني، حتى العيال ما سلمنا منهم، صاروا يشمتون فيني وينادون يا ولد الكوز، يا ولد الكوز. خلاص خلاص يا ولدي، خلاص خلاص. انا من باكر بسافرك واشتري لك السياره اللي تبيها ولدي، حتى ذيك البنت اللي كنت بيها بزوجك يا ولدي. اي شيء تبغاه بسوي لك اياه. صدق يابا؟ ايه صدق يا ولدي. طيب من وين لك الفلوس هذه؟ الاسبوع اللي طاف طالع منهم باكثر من 200 مليون. وهذا شيك على بياضي ولدي. اخ وانا اجذب نفسي واقص على عمري واقول ابوي مستحيل مستحيل ابوي يطلع حرامي. ابوي انا يطلع حرامي؟ اسف يبا، لازم ابلغ عليك. الو لجنة ازالة التمكين، ودي ابلغ على ريا يا ولدي. على ولدي يا ولدي، رد علي والله ما عاد ابوي. الريح رد علي يا ولدي، والله ما عاد ابوي. الريح رد علي يا ولدي. الريح رد علي الريح.